عندي. هشوفك امتى؟ يوم السبت الساعة 6. مش كده يا أستاذ حمدي؟ أنا مستنياك. صباح الخير. حمدي. سلمي لي يا ماما. الو، الاستاذ عماد. اهلا وسهلا. ازيك يا سامي؟ الحمد لله. وازاي ماما؟ كويسه الحمد لله. ها، اخبار الجلسه ايه؟ يعني هو مفيش حاجه جديده، ده حتى الاستاذ حمدي يوسف المحامي لسه نازل دلوقتي. هي الظاهر عليه هتتقلب لمقابلات وزيارات. تصور اني عامل نفسه انه عايز يذاكر لي حقوق علشان يشوف سهير كل يوم الساعه 6. ويا ترى ايه حكايه الساعه 6 دي؟ علشان يديني الدرس. اكيد هو ده اللي خلاها غيرت. انت بتقول ايه؟ لا 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 ابدا، ولا حاجه ولا حاجه. سلمي لي على ماما يا سامي. الله يسلمك. مين اللي كان بيتكلم يا سامي؟ دي سعاد زميلتي، كانت بتطمن عليا علشان ما رحت ذاكرت عندها النهارده. مش ممكن يا استاذ نقبل ان ده يستمر. ده وضع ما نقدرش نسكت عليه خالص. انت حطتنا في موقف فظيع، فظيع جدا. ملكنا مالناش سيطرة عليه، عمالنا موظفينا مالناش كلمة عليهم. احنا هنضطر نتخذ الإجراءات القانونية على اللي بيحصل لنا ده. احنا كنا مجمدين كل شيء علشان ما نخشش في مشاكل مع أسرة المرحوم عبد الفتاح، لكن بالطريقة دي هنضطر نغير معاملتنا. طيب اقدر ارد عليكم؟ اتفضل. انتوا قلتوا ملكيتكوا وعمالكوا وموظفينكوا ومعرفش ايه، بس انتوا بتنسوا حاجه مهمه، ان الملكيه هنا مش بتاعتكوا لوحديكوا، في معاكوا شركاء، واللي حصل ده لمصلحتهم. انتوا مضرورين، اعملوا اللي انتوا عايزينه. يا استاذ حمدي، احنا تاني مرة نيجي لسعادتك هنا، ارجوك تتعرف على وجهة نظرنا. ايه هي وجهة نظركو؟ الحارس ده هيستمر كده الى ما شاء الله؟ بصراحة احنا الحل ده مريحنا، وانا مش شايف انكم مضرورين. هنرجع لنعيده تاني، كل اللي نقوله العيدو. طيب ايه اللي انتوا عايزينه؟ احنا عندنا حل. ايه هو؟ نتصالح. نتصالح. على اي اساس؟ فكرك يعني يا استاذ حمدي تعيين حارس من الجدول هيبقى قلبه على مصالحنا
زي واحد مننا؟ ما احنا قلنا الكلام ده قبل كده وسبق ورفضناه. لا لا يا استاذ، اسمعني للاخر. طبعا احنا عارفين ان صلتك قوية بالاسرة دي، وعارفين طبعا انك تهمك مصلحتهم. ايه رأيك لو مسكت المصنع؟ باتفاق مكتوب، وما ندخلش بينا حد غريب. احنا عندنا كل الثقة في سعادتك. ما بتردش ليه؟ شوفوا يا اساتذه، انتوا بنفسكوا قلتوا ان انا على صله قويه جدا بالطرف الثاني، وانتوا بنفسكوا قلتوا ان عندكوا كل الثقه فيا. متشكر. بس الكلام ده دلوقتي بنقوله كده دلوقتي، لكن بعدين لما المصالح تختلف هتتهموني ان انا مش محايد، وهتقولوا بيغلب مصلحة الطرف التاني على حساب مصلحتنا. ها؟ ده شيء أنا ما قبلوش. يعني إيه؟ يعني بصراحة أنا برفض الحل ده، وبصراحة كده دي آخر مرة تقابلوني هنا في المكتب. إحنا آسفين. آسفين يا أستاذ. صباح الخير يا طنط. اهلا يا عماد يا ابني، اتفضل. انا اسف اللي جاي في وقت زي ده. لا ابدا مفيش حاجه، اتفضل. طنط، انا في الحقيقه جاي لك في كلمتين هقولهم لك وهمشي على طول. خير يا ابني؟ في ايه؟ معلش، اصلي اعصابي تعبانه شويه وما نمتش من امبارح، عشان كده قررت اني اول ما النهار يطلع اجيلك على طول. في ايه يا عماد؟ انا بصراحه بحب سهير وعايز اخطبها. اتفضل يا ابني، تعال ارتاح. الحقيقه دي مفاجاه. ده خبر يسعدني يا عمادي. انت عارف منزلتك عندنا قد ايه. انت في كل الصفات الطيبه اللي تسعد اي بنت، بس افتكر الرد على طلبك ده يكون من سهير افضل. انا في الحقيقه اتكلمت معاها اكتر من مره، بس كان بطريق غير مباشر، ولما حصلت ظروف المرحوم طبيعي أجلت كلام في الموضوع ده. طب ومالك الآن كده ليه يا ابني؟ حصل حاجة؟ السهير صدر منها أي شيء؟ لا 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 أبدا نهائي. بس أنا شايف إن الوقت بيجري، وشايف كمان إني ودي أكون جنبكم اليومين دول بشكل أقوى. ما انت نفسك معانا برضو في كل حاجة، بس انا بقول لازم تقول لها، لازم نعرف رأيها، وانا متأكدة انها هتكون سعيدة. اما من جهتي فانت طبعا عارف رأيي. طيب يا فندم، استأذن انا. لا مش معقول، لازم اقعد اشرب قهوة ولا شاي. معلش يا فندم، شكرا. استأذن. شكرا يا فندم.
مع السلامة يا بنت. الله يسلمك. ربنا يوفقك. شكرا. إنسان لغز كبير. العقل نفسه هو موهبة الاختيار بين البدائل. هل ما تتصوري سعادتي كانت قد إيه وأنا قاعد معاكي قدام ماما وسامي في البيت عندكم؟ وانا كمان نفس الشعور يا حمدي، بس انت كنت مكسوف شويه من ماما. انا ليه؟ قعدت تلف وتدور وتقول لها المليون الاول والمليون الثاني، شكلك كان مكسوف خالص. جايز، بس برضو كنت فرحان حقيقي ان النص الاول من الوقت راح في القضيه والنص التاني خديته ساميه، لكن برضو كنت سعيد. انت كنت فين؟ نعم فين ايه؟ كنت فين الست سنين اللي فاتوا دول؟ كنت بدور عليك. لا مش صحيح، اللي يدور على حد بيلاقيه بعد يوم، بعد اتنين، بعد تلات شهور، اربع شهور، مش ست سنين. طب وانت كنت فين؟ انا برضو كنت بدور عليك. صحيح ما دورتش على عنوانك ولا رفعت السماعة وطلبتك مرة في التليفون، لكن كنت دايما فاكرك، فاكر صورتك ايام الجامعه وحماسك وحيويتك، وكل ما كنت احس ان انا بغرق في القضايا والملفات والمذكرات الاقيكي صوره قدامي، صوره حلوه بتفرض نفسها على احلامي وعلى اللحظات اللي ابقى فيها لوحدي. واسال نفسي، طب هي فين دلوقتي؟ ليه الأيام ما بترتبش بينا ميعاد نتقابل فيه؟ ليه أنا ما برتبش الميعاد ده؟ ليه ما بدورش على سوير؟ الأيام رتبت لنا الميعاد واتقابلنا. صحيح يا حمدي أنا حياتك؟ أنا مش مصدق. وإنت كمان يا حمدي، وإنت كمان كل حياتي. إنت كل حاجة بالنسبة لي. تعرف يا حمدي أنا دلوقتي مش حاسة بالغربة اللي كنت بحس بيها زمان. أنا اتولدت من جديد. طيب يا حمدي أقول لك تصبح على خير. مع السلامة. سهير خلصت التليفون؟ ايوه. ماما عايزك.
الو استاذ حمدي، انا سامي بكلم البيت. الحمد لله كلنا كويسين، وانت كويس؟ ايوه يا سامي. اي خدمه؟ تعيش يا استاذ حمدي. لا هو بس تعديل صغير في ميعاد القانون المدني، كنا نخليه متاخر شويه. الساعه 6 بيبقى بدري وانا ما بفهمش بدري، بفهم متاخر. ايوه يعني انت تحب الميعاد يبقى الساعه كام؟ طيب الساعة 8 كويس؟ طيب نخليها 9، حتى على الأقل تكون خلصت الزباين المكتب، إيه رأيك؟ ها وإنتي إيه رأيك يا سهير؟ يا ماما الموضوع ده سبق لعماد واتكلم فيه معايا 100 مرة وأنا رديت عليه. أيوة يا بنتي ورديتي إيه؟ يا ماما عماد بالنسبة لي أخ وصديق، ده إحساسي ناحيته، لكن ما أقدرش أفكر فيه كزوج، ما أقدرش. ماما المتر حمدي بيقولك جهزت الأوراق. أوراق إيه؟ الأوراق بتوع أعلام الوراثة. آه أيوة حاضر هجهزهم. وحابة أقول له. أيوة متر. ها؟ طب استني بس ما أقول لك. طب اسمعني الأول بس. لا ما انا هقول لك استنى بس. طول بالك. شوف يا سيدي ماما بتقول لك ما قلت ليش هتتصرفي ازاي في مشكلتك دي. انت ليه بس يا ماما بتسميها مشكله؟ دي مساله بسيطه خالص. كل ما في الأمر إن عماد فهم صداقتنا غلط. صحيح أنا برتاح معاه في الشغل وبتعجبني أفكاره، لكن باعتباره زميل وأخ عزيز. على كل حال ما تشغليش بالك، أنا هصلح الغلطة اللي وقع فيها دي. أيوة بس من غير ما تجرحي إحساسه يا بنتي. ما تخافيش يا ماما، أنا بعتز بعماد جدا وبخاف على مشاعره. المهم دلوقتي تحضري الأوراق اللي عايزها حمدي. الأوراق طبعا طبعا. مالك يا ماما في حاجة؟ لا مفيش، بس مش عارفة ضغط شوية كده. طب قومي استريحي في سريرك. قومي يا ماما قومي أحسن. أيوة برضو أحسن. تفضلي تشغليش بالك بيا. على مالك. أيوة أستاذ حمدي. لا أصلي ماما وسهير مشغولين في موضوع عائلي. أصل عماد زميلها اللي في الجرنان جه النهارده الصبح وطلب إيدها من ماما. أستاذ حمدي يا متر. يا متر. أيوة سامية. لا لا أبدا ما فيش حاجة. طيب يبقى زي ما احنا الميعاد الساعة 9. مع السلامة سامي.
انت كنت بتكلمي حمدي ليه؟ كنت بأجل ميعاده معايا، قصدي ميعاد الدرس. انت فاهمة انه تحت امرنا ولا ايه؟ والله الراجل ما اشتكاش. طيب خلاص سهير، سهير هو حمدي بيحب اي لون؟ مش فاهم. قصدي يعني لو كان بيحب لون معين البسه. انت اكيد اتجننت. بالعكس يا سهير، انا عمري ما كنت اوضح من كده زي دلوقتي. مش ده حمدي؟ مش ده حمدي اللي احتجتي عليه لما ايوه عارف لما مسكتيه القضيه مش كده؟ لكن حمدي دلوقتي بقى قضيه تانية. مش ممكن، مش ممكن، مش قادره اصدق انك ممكن تفكري بالطريقه دي. ومع مين؟ معايا؟ مع اختك؟ ده وضوح يا سهير، وضوح. انت عارفه ان انا لما بيكون نفسي في حاجه بقولها، طب ليه اخبيها؟ وبرضو انت عارفه ان انا دايما بحب النور يا سهير. هو حمدي عاجبني زي ما هو عاجبك بالظبط. المشكله دلوقتي يختار مين فينا. انت ازاي تسمحي لنفسك انك تفكري بالشكل الفظيع ده؟ ارجوكي اتحكمي في اعصابك شويه. انت لغايه دلوقتي الفرصه قدامك اكبر مني. ايه ده؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ انت عملتيها سبق؟ خلاص لغيتي كرامتك وكرامتي؟ بالعكس يا سهير، بالعكس. طول عمرك بتاخدي فساتيني ولعبي وعرايسي قدام عينيا، وليه دلوقتي عايزانا اتغير؟ كانوا دايما بيجيبولك الحاجة الحلوة، وبابا العظيم الله يرحمه كان دايما يقول لازم نكافئ سهير علشان نجحت وجابت 98%، ناقص لها نقطتين وتجيب 100%. فاكرة يا سهير؟ فاكرة؟ دي حاجات كلها من ايام الطفولة، ازاي لسه فاكراها لحد دلوقتي وعاملة لها حساب ومدخلاها في حسابنا؟ انت فاكرة ايه؟ انت فاكرة حمدي نمرتين ناقصين؟ لا، حمدي نمرة واحدة، نمرة واحدة علشان ابقى انا 100%. انتقام قديم يعني؟ لا، هو ولا انتقام قديم ولا حاجة يا سهير، هو بمجرد تصفية حسابات قديمة. رفعت وجهي نحو السماء، بسطت كفي أجمع الأمطار المتساقطة قطعا من اللآلئ. هل كانت دموع الأيام التي راحت بدون أن أعرفك، أم آمالي؟ مساء الخير يا أستاذ. مساء الخير. ايه، هو الاستاذ موجود مش موجود ولا ايه؟ عشان كده بسمع زعيق. الاستاذ مش موجود ومش هيجي. يا خساره، مش هيجي ليه؟ طب ده انا كنت جايه له مخصوص عشان اشكره لانه اتوسط بيني وبين الراجل بتاع البلاطه، مع ان الراجل هو اللي كان غلطان. بلاطه؟ ست صافيه. نعم. انا نفسي من زمان اسالك سؤال. اتفضل. يا سجاير راحت فين؟ راحت فين السجاير؟ هو ده السؤال؟ اتفضل. انا مش قصدي. لا اتفضل. انا كل ما احطها ما اعرفش بتروح فين. معلش اتفضل. والله انت بتحرجينا كده. لا بس. ابدا. متشكر. نرجع مرجوعنا. ايوه، كنت بقول لك يعني انت غاوية مشاكل دايما. لا، امال ايه؟ فضفضي معايا. تعرف يا عزيز، انت اول واحد هيعرف الكلام ده. الله يخليك.
أنا فعلا ست المشاكل بتدور عليها، يعني ماشية في سكتي على طول. صحيح كل مرة بتعدي بسلام، لكن ده ما يمنعش إني بكون واقعة تحت سيطرة رغبة قوية جامحة جوايا، وساعتها بقول لنفسي يا رب يا رب المسألة ما تعديش بسلام. يا سلام، وليه يا أختي الإحساس الوحش ده؟ ليه؟ ليه يا عزيز؟ ده مش إحساس وحش. ياش يا ما نفسي أقع في مشكلة كده ما يكونلهاش حل أبدا. يا ساتر يا رب. أي رغبة كده جامحة وخلاص يا عزيز بتسيطر عليا، وأقول لنفسي يا بنتي يا صفي، يا بنتي يا صفي كده لو كانت تبقى قضية. قضية؟ آه. وعايزاها جنحة ولا جناية؟ ليه؟ جناية أحسن. جناية أحسن، أعوذ بالله. ما تستغربش يا عزيز، جناية أحسن طبعا، لأني هقعد في المحكمة اللي ما بشوفهاش إلا في السينما والتلفزيون. ياش وعد واليمين وعد والشمال، يا سلام، وكل نيابة كده واقف وحاطط الوشاح ورافع ايده بيقول وطالب بتوقيع اقصى العقوبة. يا سلام يا عزيز، قد ايه يبقى منظر جميل، قد ايه يبقى منظر لذيذ يا عزيز. طب يا ستي ما تروح الجنايات، قصدي روح محكمة الجنايات، كل يوم في هناك قضية. لا يا عزيز، انت ما قدرتش تفهم انا نفسي في ايه بالظبط. انت نفسك في ايه بالظبط؟ مش نفسي اقعد مع الناس في المحكمة. امال يا اختي عايزه تقعدي فين؟ مكان القاضي؟ لا، في القفص. اللهم اشفي. كده برضو انا غلطانه اللي بتكلم مع واحد زيك. هدي نفسك هدي نفسك هدي نفسك. بقول لك ايه، انا فهمت انت عايز ايه بالظبط. شوف يا ست صافية، ما دمت عايزه تتفرجي على المحاكم انا عندي حل. من بكره اخدك وتبداي تتفرجي على المحاكم من اولها كده، من اول درجه، من الجنح، وبعدين اخدك على الجنايات، وبعدين اخدك على الاعدام. انا مستعد اوصلك لحد السكه دي، ايه رايك؟ مفيش مانع. خلاص استبينا، من بكره يا اختي الاقيكي واقفالي قدام محكمه الجنايات الساعه 10 الصبح. طب يا عزيز اقوم انا بقى ما دام الاستاذ مش جاي النهارده. انا برضو بقول كده. باي 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 قدام الجنايات. ايوه يا فندم. حاضر يا بيه. ايه يا عزيز؟ ازاي تسيبني كل المده دي؟ ده انا حشت عنك حمل تقيل قوي يا فندم. ايه يعني في ايه؟ صافي هانم كانت هنا قعدت بقى وفتحت لي قلبها وقعدت تفضفض، طلع ان عندها عقده. اسمها عقده المحاكم. وخلصت منها ازاي؟ وديتها معاد. ايه؟ قلت لها قابليني بكره قدام محكمة الجنايات الساعة 10، ما قلتلهاش ان بكره الجمعة، هديناها واقفة هناك نخلص منها الى الابد. يلا نخلص منها. يا بارك. قول لي يا عزيز. نعم. ايه اللي تم في تنفيذ حكم الحراسة؟ الحارس القضائي يا فندم هيستلم المصنع بعد بكره يوم السبت، وانا هكون موجود بنفسي. طيب شوف يا عزيز، الجماعة الشركة دول موقفهم غير عادي، كلامهم كمان غير عادي. مظبوط. خوفهم من قضية الحراسة خوف غير عادي. مظبوط. وده بيزود شكوكي فيهم، عشان كده أنا عايز أحضر عملية استلام المصنع بنفسي، أكيد هلاقي حاجة مش مظبوطة في أوراقهم. تحت أمرك يا فندم. حاضر، بس لو سمحت يعني سيادتك عايز تحضر بنفسك ليه؟ شوف يا عزيز، كل اللي مطلوب منك انك ترتب لي عملية استلام المصنع دي تتم في وقت ما يكونش فيه الجماعة الشركة موجودين في المصنع. حاضر. فاهم ليه طبعا؟ لا يا فندم، يعني لو سمحت سيادتك تفهمني. لازم افهمك، بس يعني عشان استفيد منك. عشان لو كانوا موجودين اثناء استلام المصنع. أيوة. وفي اوراق مش مظبوطة هيخفوها اكيد. فهمت؟ طب ما انا عارف، يعني قصدي كنت عارف بس عاوز اتاكد. طيب. اي خدمه فندم؟ العمليه دي مهمه بالنسبه لي جدا. خلاص. عايز اشوفك هتعمل فيها ايه. خلاص يا فندم، اعتمد عليا. طيب. اي اوامر تانيه؟ هات لي ملف القضيه. حاضر يا بي.
أعلام الوراثة. أعلام الوراثة ما جالناش يا فندم. أيوة عزيز، هما ما عملوهوش، إحنا اللي هنعمله. إحنا اللي هنعمله؟ أيوة. إزاي؟ ما عندناش مستندات، لا شهادات ميلاد ولا شهادات وفاة ولا أي أوراق تانية. أيوة عارف. معلش أنا الحقيقة كنت طلبتها منهم أكتر من مرة ومش فاهم، كل مرة بينسوا. على كل حال أنا حابة أجهزه. على الله يا فندم، على الله ما ينسوش. اتفضل أدي الملف، وده آخر الأوراق اللي جت. أنا عايز أفهم أنا غلطت في إيه؟ أنا ما قلتش إنك غلطت، أنا بس كنت عايزاك في موضوع زي ده تكلمني أنا الأول. يا سهير، يا سهير، أنا كلمتك أكتر من مرة في الموضوع ده، كنت بتتجاهلي مشاعري أو بتحاولي تغيري الموضوع. يا عماد، أنا لا اتجاهلت مشاعرك ولا حاولت أغير الموضوع ولا أي حاجة أبداً، أنا بس كل ما في الأمر كنت عايزة فرصة عشان نفكر. قصدك فرصة تفكري فيها لوحدك؟ عشان أقول لك بعد كده. وفكرت يا سهير؟ فكرتي ولا لسه عايزة وقت؟ أنا شخصياً ما أقدرش أستنى أكتر من كده. أنا يا عماد مقدرة عواطفك ومشاعرك ناحيتي اللي دايما بتعبر عنها قدامي، لكن أنا مش في نفس الموقف. أنا أسفة يا عماد، مش عارفة أشرح لك الشعور ده إزاي، لكن أنت لازم تعرف إنك بالنسبة لي إنسان عزيز عليا. بس إيه يا سهير؟ بس عماد، أرجوك تساعدني. إحنا مش مختلفين إلا في حاجة واحدة. إيه هي؟ أنا فاهم علاقتنا بمفهوم غير اللي عندك. إيه المفهوم اللي أنت فاهمة بيه علاقتنا؟ عماد، يظهر إنك فهمتني غلط. غلط؟ غلط في ايه يا سهير؟ احنا علاقتنا ما فيهاش اي حاجه غلط، بالعكس احنا متفاهمين في كل شيء. الشيء اللي بيسعدك بيسعدني، والشيء اللي بيألمك برضه بيألمني، واحنا دايما بنبقى مع بعض عشان بنحب نكون مع بعض. مش فاهم بقى يبقى الغلط فين. انا اول مره استعمل كلمه بنحب نبقى مع بعض، بس هي دي حقيقة مشاعري يا سهير. أنا بحبك يا سهير. عماد، أرجوك كفاية كده. عماد، ما تزعلش مني، أرجوك يا عماد، أرجوك تفهمني كويس. أنا أنت إيه يا سهير؟ أنت ما بتحبنيش، قوليها يا سهير. على العموم أنا فهمتها لوحدي من ساعة ما اعتبرتي طلب إيدك من ماما تصرف غلط. أنا آسف يا سهير، آسف. عماد، أرجوك إنك تفهم إنك يا سهير، أرجوك. خلاص عماد، رايح فين؟ هنزل أسلم المقال ده وهحاول أخد أجازة. تبقى زعلت. لا يا سهير، أنا ندمت. عايزة أسألك عن حاجة.
احنا هنبدأ بالمدني ولا بالدولي؟ بأي حاجة يا سامية، المهم نبتدي. أيوة المهم ان احنا نبتدي. طب واخبار الشغل عندك ايه؟ قصدك ايه؟ قصدي يعني اخبار المكتب ايه؟ الزباين كتير؟ القضايا ماشية عالو كسبانة؟ ايوه يا سامية الحمد لله كل حاجة كويسة. بقولك ايه يا سامية؟ هي سهير مش عندك؟ صونا الأمانة واحفظ لسانك من الزلل والبهتان. برمشة عين قتل الفرس وطار بيها والنهيساب قرية. الشيخ سلامة هو أبو الكرم والجود. يا فين بخت اللي ما عرفوا قيمتك وضيعوه. احنا لزوم نرجع لعادة الحراسة. ماهيش في غليلي غير قطع 10 روس من رجاجيل الشيخ سلامة. لوحوش كثرانات بهالأيام. انت تصدق كل شيء تسمعه؟ ما استديت صواب رجلي منك يا شيخ سلامة. بكون انا الشيخ شلوي. بسم الله الرحمن الرحيم. مجادير يوميا 6:30 مساء على قناة ذكريات. امر مهم وخطير. لوثوا موية الجدول في جبال القرية اللي فيه الذهب والمال. بيت الذهب والدراهم ها؟ أرعبنا وضيق صدورنا ونكد علينا عشتنا. وش نسوي؟ مثل ما وصيتك ما نبي أي غم. ما عاد لنا هم إلا هل الموت للآدمي. أنا مريد أموت، أنا مريد أعيش. القضية طالت ولزوم نكشف الحقيقة. سر القرية يوميا 3:30 مساء على قناة ذكريات. العربة الآن جاهزة للانطلاق. كان الماء في وسط المسار سببا في سقوط العديدين. جاء سقوط سريع جدا. وقرع الجرس. في البر في البحر في الجو الأربعاء 11 مساء على قناة ذكريات. طيب يا أستاذ حمدي، مع السلامة. I'm
حاضر يا ماما، حقفل الراديو. ماما ماما، انا كان نفسي اسمع موسيقى يا ماما، وبعدين لما بفتح الراديو بحس ان ده مش شيء خطير يا ماما، برغم ان في عادات وفي تقاليد، لكن يا ماما هنفضل لغايه امتى كده؟ انا عارفه يا بنتي ان انا بمنعكم من حاجات كتير، لكن هعمل ايه؟ الظروف بتحكمنا، ما باليد حيلة. بعدين يا ماما، اللي أنا شايفاه إن راديو مولع أو حتى تلفزيون خلاص ما عادش بيأثر، المرحوم خلاص استريح. أيوة صحيح، استريح الدور والباقي على اللي عايشين، واللي عايشين بإيديهم يختاروا لنفسهم يا الحزن يا السعادة. بالحق يا ماما، انت كنت عايزة حاجة؟ صحيح، أنا كنت جاية ليه؟ أصلي حسيت بنغزة كده في جنب الشمال زي اللي كانت بتجيني زمان، وجيت عشان أطلب الدكتور. دكتور مين يا ماما؟ دكتور سعيد صبري. طب قومي انت استريحي يا ماما، انا عارفه نمرته، انا هطلبه لك. قومي بس انت استريحي. ويلي يا سمير، ايه موضوع عماد؟ يا سامي قالت لك؟ ايوه سبقتني. يعني كنت ناويه تقوليلي؟ ايوه، بس بقى سامية لازم تعمل منه خبر مثير. اطلاقا الخبر اللي يجي من سامية مش ممكن يكون مثير بالنسبة لي. أنا أي كلام أسمعه من سامية لازم أفكر فيه مرة واثنين وثلاثة قبل ما أصدقه. طب الحمد لله إنك فهمتها. بس الخبر صحيح يا سهير؟ أيوه صحيح، وكنت هتعرفه، بس مش المفروض إن أقوله لك في ظروف زي دي. طيب ايه الموضوع بالظبط؟ ولا حاجه، عماد رئيسي في المجله واعرفه من يوم ما اشتغلت، وهو اعتبر صداقتنا من خلال العمل والزماله انها ممكن تتحول لشيء تاني، فهمني غلط فاتسرع وطلبني من ماما. وبعدين؟ بس مفيش بعدين خلاص. طبعا اضطريت اشرح له ان هو فهمني غلط، وان هو بالنسبه لي اخ عزيز وكده، يعني مش اكتر. واقتنع؟ اكيد هيقتنع. طب اعرف امتى انه اقتنع؟ وانت يعني هيهمك ايه اقتناعه؟ سهير، عماد ما كانش ممكن يتصرف بالشكل ده إلا إذا تأكد إن عنده أمل ولو بسيط. أنا عمري لا تصرفت تصرف ولا قلت كلمة تديله أمل ولو بسيط. طب إزاي هيكون التعامل بينكم بعد كده؟ عماد إنسان كويس، وأعتقد إنه يفهم معنى رفض الطلب. تفتكري ان ده سهل؟ انت قلقان عليا ولا على عماد؟ انا قلقان عليك يا سهير،
أنا طبعاً عارف إن أنت صريحة وعندك الشجاعة تقولي اللي أنت عايزاه، ما بتخبيش مشاعرك، بس بصراحة أنا خايف عليكي من وجودكم في مكان عمل واحد. قصدك يعني إنه ممكن يضايقني؟ جايز. لا 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 لا، مش عماد مش عماد مش عماد. سهير ما تتضايقيش إن أنا سألتك. لا أنا أنا مش متضايقة إنك سألتني، بس أنا كان نفسي أنا اللي أقولك ده بنفسي، وطبعا ساعتها ما كنتش هتسألني، لكن بقى سامية ما قدرتش تستنى. أنا مش فاهمة، أنا مش فاهمة ليه دايما تعمل معايا حاجات بالشكل ده، مش فاهمة. أنا من أول لحظة شفت فيها سامية وأنا عرفت إنها بتحب تشالو، ما يهمهاش بعد كده رأي اللي حواليها في تصرفاتها. أيوة، بس أنا وماما اللي بندفع تمن هوايتها دي. لازم أنتوا مش أصحاب يا سهير. فعلا ما تعودناش نبقى أصحاب. مش كفاية أنكوا تكونوا إخوات، الأهم أنكوا تكونوا أصحاب يا سهير، وده ممكن وانتوا قريبين من بعض في السن، يعني ممكن. حاول يا سهير. سامية.